الفن من أجل التغيير هي مبادرة في إطار برنامج دورك مواطنون من أجل الحوار بتنظيم مؤسسة أنا ليند بالتعاون مع المعهد الملكي للدراسات الدينية وبدعم من الاتحاد الأوروبي. الهدف من المبادرة وهي مبادرة لبناء قدرات 50 فاعل وفاعلة ثقافية من الوطن العربي من 10 بلاد عربية على بناء قدراتهم في مجال الثقافة والفنون. هنتطرق لمجالات مختلفة منها التخطيط الاستراتيجي، منها العمل على تنمية المجتمعات المهمشة، العمل في الفضاءات العامة، وكمان ازاي ممكن نستخدم التصميم الجرافيكي المبتكر في توصيل الرسالة للمبدعين الثقافيين لأكبر قدر ممكن من العامة. تم اختيار المشاركين عن طريق نداء كان أونلاين من فترة ومفتوح للعشر دول إن هم يقدموا، وتم بالفعل استلام 650 استمارة، وده كان عدد كبير جدا وعدد فعال جدا وأثبت لنا أهمية الورشة بالنسبة للمجتمع الثقافي. تم التنسيق مع مجموعة من الخبراء من دول عربية مختلفة، منهم شريف ماهر من مصر، رنا يازجي وعبدالله الكفري من سوريا، مارينا برهم من فلسطين، وعلى رأسهم حنان حاج علي من لبنان. وأيضا تم التنسيق مع عدد كبير من الخبراء هيكونوا حاضرين معنا هنا في الورشة في خلال الست أيام، هم اللي هيقوموا بدور التنسيق وتمرير المواد التدريبية للمشاركين. مؤسسة أنا ليند هتقوم بدور فعال جدا في عملية المتابعة مع المشاركين بعد انتهاء الورشة، في تزويد المشاركين دايما بأوراق بحثية ومواد تم النقاش فيها هنا في الورشة، ومواد أخرى يعني مشاركة مؤسسات أخرى في المجال الثقافي والفني. وأيضا سينعقد اجتماع كبير في آخر 2014 سيضم جميع مشاركين دورك وبرنامج مواطنون من أجل الحوار، اللي برضو هيكون في مشاركين منهم من الورشة في إدارة ورشة الفن من أجل التغيير، واللي هيقوموا بالتواصل في خلال الاحتفالية اللي هتكون في آخر السنة. اللي احنا متوقعينه من الورشة هو ان احنا 50 فاعل وفاعلة ثقافيين اللي هيطلعوا من الورشة هيكونوا قادرين على تنفيذ مشاريعهم بشكل أيسر، بشكل أوضح، هتتضح ليهم رؤى كثيرة، وفي نفس الوقت هيكتسبوا مهارات كتير جدا هتساعدهم على كيفية توصيل الرسالة اللي هم بيشتغلوا عليها، وهم أجمعوا جميعا على رسالة واحدة فقط هي استخدام الفن من أجل التغيير. الفن هو أقوى وأفضل وسيلة للتعبير عن الرأي، وأكبر وأحسن وسيلة للتنمية الاجتماعية. طبعا في وسائل تانية أخرى لا يمكن أن احنا نتغاضى عنها ولا نغفل عنها، ولكن المجال الثقافة والفنون، ويمكن من الحوارات اللي حصلت امبارح والنهاردة بدأنا نحس أن فعلا الفعل الثقافي، أو لما يكون في نشطاء ثقافيين باستخدام الفنون وعندهم رؤى ثقافية وفنية معينة قدروا أن هم يوصلوا لشرائح مجتمعية مختلفة. وخلينا أقول لك أن في فوكس كمان على الأماكن المهمشة والمأزومة والأماكن اللي ما بيوصلهاش أي موارد من اجتماعية بشكل عام، هم قدروا يوصلوا للشريحة دي من المجتمع، وقدروا ان هم يشتغلوا معهم على تنمية القدرات، تنمية الذات، وده طبعا بيساعد المجتمع ككل على النهوض. طبعا في تحديات كتيرة جدا، الاكسبريشن او يعني لفظك الفن من اجل التغيير هو كلمة كبيرة وما ينفعش نلمسها في الواقع القريب اللي احنا فيه، ولكن احنا بدورنا كمؤسسة أنا ليند ومؤسسة هادفة للحوار ان احنا نجمع اكبر قدر ممكن من المشاركين في مجال الثقافة والفنون ان هم يتحاوروا مع بعض ويتشاركوا مع بعض رؤى ومشاريع وافكار، هم بعد كده من المهارات اللي هيكتسبوها بالورشة هيقدروا ان هم يطبقوا ده ويقدروا يكونوا فاعلين في مجتمعهم. احنا بدورنا كمؤسسة وكدورنا مع شركاء اخرين، واحنا بنكمل بالفعل شغل شركاء اخرين في مجال الثقافة والفنون، هنحاول نرصد ده على قد ما نقدر، ونحاول ان احنا نكرس جهودنا ان احنا نثبت انه فعلا الفن هو وسيلة مهمة جدا للحوار ووسيلة مهمة جدا للتغيير في المجتمع.